وصلنا عند اهم ارما موجوده بعمان. تقريبا بتعود ل 30 او 40 سنه عمرها، للخطاط اللي عملها اسمه ايليا كيال. هلا هاي اللوحه بتميز انها مكتوبه بلغتين، عربي وانجليزي، ومكتوبه بفرشايه وبالوان زيتيه. الخطاط اللي عملها استعمل خط النسخ وخط الفارسي او خط التعليق، طبعا بطريقه كثير حلوه. الفكره بهي الارمات القديمه انه كلها كانت تنعمل يعني يدويا، يعني ما في شيء نهائيا على كمبيوتر او ما في شيء يعني جاهز، يعني نفس الخطاط او الفنان كان يجي ويقسم ويرسم ويتعب عليها بشكل، يعني حتى التاثيرات المعموله على الحرف، يعني تلاقي الكتابه اللي بالابيض وراها مثل ظل اسود، وكلمة دباس اللي فوق معمولة تأثيرات زي إنها حفر، وفي لها ظل كمان طالع هيك لون رمادي، يعني حتى التوقيع تبعه كان يوقع بلغتين بالعربي وبالإنجليزي، يعني كان تفكيره هيك دولي. هاي أرمة بسيطة لتوتنجيان، ما عندي فكرة مين خطاط اللي عاملها. هاي كانت تنفذ مش بالألوان الزيتية أو فرشاية، هاي انعملت بحروف نافرة، يعني احتمال خشب أو بلاستيك. نلاحظ كلمة وأولاده أنها انضافت بعدين، يعني كان الزلمة الختيار هذا ستيفان بعد ما مات أولاده حطوا وأولاده، فمبين اللي كاتب أولاده مش خطاط. هاي الأرملة أحذية عاشوري، يعني كمان خطاط اتوقع يا اما كيال او السادات، كان في خطاط اسمه السادات. كمان ثنائيه اللغه، بس هون صار مثلا ستايل جديد انه يحطوا صوره المنتج على اللوحه، يعني كمان فكرتها حلوه وبسيطه وكلها منفذه يدويا، يعني الوان زيتيه وعلى خشب، وهي مبين من طرفها شوي عم بتاكل الخشب، هيك بتربطنا بزمن قديم، يعني كان هيك كان الذوق لدارج ايامها. يا جناح الطير مع السلام، اسال عليكم ما رب هواكم، رحتوا غبتوا فكري معكم، على جناح الطير مع السلام. اوكي، عندنا ارمل محل عزت، يعني كمان هي بتعود يمكن الثمانينات او السبعينات. علاقه الخطوط ببعضها العربيه والانجليزيه، يعني بتلاقي مثلا جوا العين في دائره اللي هي نفسها موجوده بالزد، يعني الخطين العربي والانجليزي انبنوا من نفس ستايل، وكمان منفذه على حديد، وهي البنيه الاساسيه تبعها كانه بلاستيك، وفي جواتها اضاءه بتكون نيونات. هلا في عندنا لوحه لمحل اهرام، مكتوب بخط الفارسي بس كلمة أهرام، تاريخ المحل من 47. الخطاطين المشتركين بهي اللوحة ثلاثة، موقعين عليها ثلاث خطاطين، بس فيها تفاصيل شغل يعني جدا جدا رائعة. نلاحظ هون كيف الظل والتجسيم للحرف، في هون لمسات بسيطة انه كيف تدرج الظل عم بيصير، في مثل خط خارجي حول الحرف ومكتوب لون بني وخط خارجي لون اسود، وكل هاي الوان زيتيه الوان مائيه، وعمرها صار فوق 50 سنه اللوحه ولساتها موجوده، لساتها جميله جدا. يعني قبل 3-4 سنين امانه عمان شالت كل الارمات اللي تبع الدكاتره والمحامين اللي كانت تعلق على البنايات، في كانت لوحات كثير سيئه ولوحات جيده راحت. هلا اللي باقيان لوحه واحده كثير جيده، بنشوفها هلا نصورها. يعني التكنولوجيا الموجوده هلا، البرامج الموجوده على الكمبيوتر، التقنيات الموجوده للمصممين والخطاطين، يعني اضعاف مضاعفه ما كانت موجوده من زمان. ومع ذلك يعني الشيء اللي بيستغرب انه الانسان انه ليش عم بصير تدني بالذوق، ليش عم بصير تدني بالانتاج الفني للوحات الخطيه، اللوحات الفنيه، يعني حتى لو كانت تجاريه شو المشكله ان تكون فيها ذوق، شو المشكله ان تكون فيها يعني لمسة، يعني هيك ترتقي بذائقة الناس.